أما فيما يتعلق أنه والله يا أبو محمد خالد الفهد، الشيخ خالد الفهد كل مؤهلاته أنه ولد فهد الأحمد، أنا أعتقد أن أنت مفروض ما يطلع منك الكلام هذا. أنت أبو محمد رجل مفروض منك تكون صحفي ورئيس قسم، إذا أنت بتنقد انقد عمل شخص معين بالسلب أو بالإيجاب. نعم مجلس إدارة القادسية ما حد راضي عن أدائه ولا حد راضي عن اللي قاعد يصير من تردي نتائج بجميع الألعاب، ولكن أنك أنت تقول مفروض أنك أنت يطلع منك الكلام هذا، أنا أعتقد هذا كلام ما يطلع منك محمد. هل أنت تأخذ العملية شخصية ولا تأخذها بإطار المصلحة العامة؟ ولكني أقول أنا فلان كل أقول والله ما أدى باتحاد الطائرة وما أدى باتحاد الغدم وما أدى، هذا من حق لك، ولكن تدخل كل مؤهلاته أن الشيخ فهد الأحمد، ما أدى، هل أنت عندك عقدة من هالأمر يا محمد؟ أنا والله ما أدى. عشان ما نصير الموضوع جدلي.